كيف تزيد محبة الله لك، تكسب مزيدا من محبة الله لك، التزم بالصلاة على وقتها. إنسان يتمتع بنظام مناعي قوي وصحة نفسية جيدة وحياة هادئة وسعيدة هم الأكثر عطاء وتسامحا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، كيف تزيد محبة الله لك؟ القضية مربوطة بك أنت شخصيا. إذا أنت لم تبادر وتسعى قبل موتك لتضمن أن محبة الله تزداد لك، ستخسر الدنيا والآخرة. والقضية بسيطة جدا أخي الحبيب، الله عز وجل يحب أشياء ويكره أشياء. القرآن بيّن لنا ذلك، والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك بوضوح شديد. الصحابة أخي الحبيب كانوا حريصين على أن يدركوا محبة الله، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحب هذا الإله العظيم. انظروا إلى إحساسهم بنعمة الله عليهم، كانوا يستشعرون نعمة الله. يعني أحدهم يريد أن يرضي الله، يريد أن يحبه الله، كانوا يبحثون عن هذا الأمر. بعكس واقعنا نحن اليوم للأسف، نحن اليوم بعيدون جداً. دماغنا يعمل باتجاه واحد فقط، أن الله فرض عليك الصلاة إذن تصلي خوفا من النار، فرض عليك الزكاة، فرض عليك كذا، الكذب حرام، كذا كذا، مجموعة من افعل ولا تفعل، هذا هو الإسلام. وطبعا هذا ليس من الإسلام في شيء إذا فهمته بهذه الطريقة. الإسلام ليس مجموعة أوامر ونواهي افعل ولا تفعل. الإسلام هدفه الرئيسي أن يرضى الله عنك، أن تشعر بنعمة الله عليك، أن تعبد الله محبة بهذا الإله، لأنك تحبه، لأنك تريد أن تشكره، أن تحمده. لذلك أول آية بعد البسملة في القرآن الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، فقال لهم رقم واحد الصلاة على وقتها. إذن إذا أردت أن تكسب مزيدا من حب هذا الإله العظيم، تكسب مزيدا من محبة الله لك، التزم بالصلاة على وقتها، لا تؤخر الصلاة، وصلي الصلاة بخشوعها وبكمالها وبتمامها لكي تكسب محبة الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يحب الله أيضا؟ أخي الحبيب انظر، كل ما أمرك الله به يحبه. يعني عندما أمرك بالعفو الله يحب العفو، والنبي بيّن لنا ذلك عليه الصلاة والسلام، قال اللهم، دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إذن الله يحب العفو، إذن أنا منذ هذه اللحظة يجب أن أعفو عمن أساء لي، أن أعفو عن كل من حولي. كل واحد منا أيها الأحبة لديه أحقاد وأضغان، ولديه مشاكل بسبب احتكاكه مع الآخرين، قد يكون محقا وقد يكون مخطئا، بغض النظر كل إنسان لديه مشاكل. مدام هناك احتكاك تتولد المشاكل. يجب أن تفرغ قلبك منذ هذه اللحظة من كل الضغائن والأحقاد وحب الانتقام، تصفي قلبك وتتسامح مع الناس.
هذا الأمر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة لك. جامعة هارفارد أجرت دراسة عن النظام المناعي لدى آلاف الناس، وهذه الدراسة طبعا أيها الأحبة بقيت سنوات طويلة، وهناك علماء ماتوا أثناء هذه الدراسة، دراسة طويلة جدا. وجدوا أن أكثر إنسان يتمتع بنظام مناعي قوي وصحة نفسية جيدة وحياة هادئة وسعيدة هم الأكثر عطاء وتسامحا. العطاء والتسامح. اللهم إنك عفو كريم، عفو كريم، تحب العفو فاعف عني. إذن يجب أن تكرم من حولك، توسع على أهلك وعيالك، أكرم الناس ولا تيأس ولا تخشى فقرا ولا تخشى القلة. نحن اليوم للأسف الشيطان سيطر على عقولنا، كل واحد لديه ما يكفيه لسنة أو سنوات، ثم الشيطان يقول له يجب أن تخزن أكثر، أن تشتري أكثر، لأن الأيام القادمة لا تدري ماذا تفعل، وهو قد لا يعيش للأيام القادمة. فلذلك أخي الحبيب يجب أن تكون كريما، لأن صفة الكرم يحبها الله، لأنه هو الكريم عز وجل. يجب أن تكون متسامحا مع الناس، لأن صفة العفو والصفح، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صفة الرحمة يحبها الله، صلة الرحم من أهم الأعمال التي يحبها الله. تريد أن يحبك الله، صل رحمك، زر مريضا تجد الله عنده سبحانه وتعالى، يعني تجد رحمة الله عنده. إنسان سألك حاجة ثق تماما أن خدمتك لهذا الإنسان حتى لو كنت لا تعرفه تزيد محبة الله لك. اليوم لماذا حالنا بائس أيها الأحبة؟ توقفنا عن فعل الخيرات مع بعض، أصبحت حياة مادية، إذا أردت خدمة يجب أن تدفع. بينما المؤمن، بينما الأنبياء، أنبياء الله الكرام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كان النبي سيدنا زكريا، سيدنا يونس، سيدنا أيوب الذي صبر كثيرا، سيدنا نوح، هؤلاء الذين ذكروا في سورة الأنبياء، سيدنا سليمان وأيوب، ماذا قال الله في حقهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما معنى يسارعون؟ اليوم نجد الغني يجلس مكانه وينتظر الفقير حتى يأتي له، هذا ليس منهج الأنبياء أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يذهب، هو الذي كان يبحث، هو الذي كان يعطي، هو الذي كان يكرم بنفسه، لا ينتظر، لا يجلس وينتظر، لا، يسارعون. إذن المسارعة بالخيرات أو في الخيرات أحد الأسباب القوية التي تزيد محبة الله لك. طيب، أعمال البر كثيرة، بر الوالدين من أهم الأعمال التي يحبها الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أنت لديك أب أو أم، تريد أن يحبك الله أكثر، أكرم هذين الأبوين، أحدهما أو كلاهما حسب ما هو موجود أو على قيد الحياة. إذا كان الله قد توفاهما اجتهد بالدعاء لهما وسوف تكسب محبة الله، لأن بر الأبوين لا ينقطع أيها الأحبة، حتى بعد الموت تستطيع أن تبر أبويك بالدعاء لهما، لأن الدعاء يصل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحد هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. طيب،
في القرآن الكريم لو نظرنا إلى نظام الأوامر أيها الأحبة، نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء دائما لمصلحتنا. يعني أمرنا بالزكاة لمصلحتنا، والدراسة العلمية أثبتت اليوم يعني أن الذي ينفق المال أكثر سعادة ممن يأخذ المال أو ممن ينفق عليه المال. إذن إذا أردت أن يحبك الله أنفق المال. لذلك الأشياء التي أمرك الله بها يحبها الله، طبق تعاليم القرآن وما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمرك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صمتك هذا ابتغاء وجه الله، إذا كان هناك كلمة سيئة أخي الحبيب تريد أن تلقيها، غضب، غضبت من شخص وتريد أن تلقي بكلمة سيئة، إذا كظمت هذا الغيظ وصمتت تكسب محبة الله، مع العلم أن الصمت لا يكلفك شيئا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره. كل أعمال البر أخي الحبيب يحبها الله سبحانه وتعالى. طيب بالمقابل هناك أشياء نهاك الله عنها لمصلحتك أيضا. نهاك عن الزنا لأن الزنا يسبب أمراض منقولة جنسيا، يسبب كوارث، يسبب مشاكل اجتماعية، يسبب فضائح، يسبب اختلاط في الأنساب، له مشاكل كثيرة نهاك الله عنه. عندما تترك الزنا ابتغاء وجه الله، الله يحبك أكثر. الله حرم الخمر لأنه يذهب العقل ويدمر الكبد ويسبب 7 أنواع من السرطان، هذا ثابت علميا في آخر دراسة علمية. نهاك الله عن شرب الخمر وعن المسكرات والدخان وكل هذه التي تفتك بالجسد، كلها محرمة طبعا لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا أنت عندما تترك هذه الأشياء التي نهى الله عنها تكسب مزيدا من محبة الله. إذا أنا في كل لحظة أستطيع أن أكسب محبة الله. طيب هناك شيء أكبر من كل هذه، ما هو؟ ذكر الله. ولذكر الله أكبر. سبحان الله، ذكر الله أكبر شيء. إذن إذا أردت أن يحبك الله ويذكرك الله اذكر الله، قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. وأعلى أنواع الذكر هو القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. طبعا أخي الحبيب أنت نظام الأوامر والنواهي في القرآن إذا طبقته حبا في الله ورغبة بما عند الله ورهبا ورهبة من عذاب الله ستبلغ منزلة الأنبياء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ماذا؟ رغبا ورهبا. الخوف والرغبة دائما مترافقتان، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إذن باختصار شديد، كل ما أمرك الله به إذا التزمت به تكسب محبة الله، كل ما نهاك الله عنه إذا التزمت به تكسب محبة الله. فالمؤمن في كل شؤونه هو في حالة، يتقلب في حالة حب من الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله. الرضوان مرتبة أعلى، لأن الرضوان، رضا الله عنك، يتضمن الحب ويتضمن الرحمة ويتضمن المغفرة ويتضمن الرزق ويتضمن الكرم.
لذلك قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.